وكل ما بحب مصر اكتر بفتكر الجملة اللي قالها الشاعر الزعيم الاستاذ مصطفى كامل: لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون اسكندرانيا. لا يا فندم، مصريا لوددت ان اكون مصريا. انا قلت ايه؟ اسكندرانيا. واسكندرية دي ايه؟ تبع ايه؟ تبع مصر صح؟ ما انا ممكن اقول لو لم اكن مصريا لوددت ان اكون قليوبيا، ده قهليا، بورسعيديا. المهم ان احنا ما خرجناش بره بلدنا. الله. زيتنا في دقيقة. الله يا ابن النصابة، ده طلع جامد بجد. من بداية اللقاء وانا ملاحظة في ايد حضرتك اليمين في علامة، يعني لو الكاميرا تجيبها، علامة مميزة جدا يا فندم. يا ريت لو اعرف من حضرتك يعني ايه قصتها. والله العلامة دي لها قصة، بس قصة جميلة جدا، وهي حرب أكتوبر العظيمة عام 1973. أنا كنت من الشرفاء اللي حاربوا في هذه الحرب، وكنت مؤمن تماما وأنا بدافع عن تراب هذا البلد. كنت ماسك الأربجيه في إيدي وشغال مش دريان بنفسي، بتفانى في حماية تراب مصر. فجأة لقيت جندي إسرائيلي حقير عمال يقرب من ورايا. حسيت بيه، عملت نفسي مش شايفه، قرب مني، هوب دبل كيك، شقلطته قدامي. شقلطته؟ شقلطته، وقع قدامي يعني، هبش في دي. قعد يعض وانا سايبه ملهي في العضه، وانا شغال بموت الاف من الاسرائيليين. هو عايز يموتني طبعا لان هو اسرائيلي حقير حقير حقير. انا اسرائيلي؟ حقير حقير حقير. هل في اي اصابات اخرى؟ لو راجل بقى يقول العضه الثانيه فين؟ ما عنديش اي اصابات في جسمي غير في ايدي هذه العضه اللي انا بوريها الاساتذه المصورين، ممكن يصوروها، اللي عضها لي الاسرائيلي الحقير. واي حد احنا اللي عضينه على فكره. اصابات ثانيه ما تصدقوش. وانا بدعو كل الشباب اللي موجود معانا دلوقتي، مين فيكم يحب ان هو يتصور مع ايد البطل؟ يا فندم احنا مراقبين بيت خاله ليل نهار، وبنت خاله كمان. والنتيجه؟ والنتيجه. برافو يا باشا، انا كنت مستني سعادتك تقول لي النتيجه. ربنا هيكرمنا باذن الله. اصل سعادتك طيب. انت هتشحت عليا. بره انا. بره بره. وانت كمان بره. برافو يا باشا. يلا محسن، انا عايز 50 مليون عشان حته الارض الاخرانيه اللي على النيل. طبعا ورقها جاهز ومتسجل، وانت ليك 10%. شوف يا محسن، كل مليون لك فيهم 10%. خليهم 15%. ما تبقاش طماع،